تمرين اليوم هو تمرين بيساعدنا على وجود بوستر ممتاز بمنطقة الأكتاف. التمرين سهل وبسيط، ممكن نعمله في أي مكان. راح نمد إيدينا ستريت، راح تكون حركة إيدينا بالفينجرز للأعلى بوش. مجموع التكرارات بهذا التمرين 15-20 تكرار، وعدد الجولات من جولتين لثلاث. ممكن نغير هذا التمرين بحركة اليدين للأسفل الفينجرز والدفع داون.